أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده كتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح
ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله.